هناك 5 أسباب تدفعك لتسجيل في برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية بجامعة زايد. أول سبب الحقيقة هو اكتساب المعرفة النظرية والخبرة العملية في مجالي القانون والإدارة القضائية لتعزيز الخبرات والمهارات والكفاءات المطلوبة في التعامل الفعال في إدارة مرفق القضاء، وكذلك الشؤون القانونية على مستوى القانون العام والخاص. ثانياً، تطوير المهارات اللازمة لتطبيق النظريات والمبادئ القانونية في ضوء سيناريوهات العالم الحقيقي والاستعداد للممارسة القانونية من خلال تحليل الحالات العملية. ثالثاً، تعلم كيفية الحفاظ على نزاهة النظام القانوني وضمان الوصول إلى العدالة لجميع أفراد المجتمع. رابع سبب، زيادة خبراتك المهنية من خلال التعاون مع أعضاء التدريس في المشاريع البحثية المتطورة، مما يدلل على حرصك على المساهمة في تقدم المجال القانوني وتعزيز العدالة والإنصاف في المجتمع. خامساً، اكتساب المهارات والخبرات المهمة التي يمكن أن تفتح فرص العمل لدى ميادين مهنية عدة، بما في ذلك العمل الحكومي أو الشركات أو المنظمات الدولية أو العمل الأكاديمي. معكم دكتور ولاء الدين إبراهيم، منسق برنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية. دعنا نتواصل ونستكشف كيف يمكن لبرنامج الماجستير أن يضعك في طريق النجاح في مهنة المحاماة، ويمكنك من تقديم مساهمات ذات معنى في المجال الديناميكي للقانون العام والخاص.